دوزو لافون دارنيير شابيتر اللي هو الكالكول دانتيغرال، حساب التكامل. نورمالمون شفتو في الليسي. اون فا فيغ جوست دي رابيل و نتعلمو انتيغراسيون بار شونجمون دو فاريابل، هي تكامل بتغيير المتغير، و انتيغراسيون بار بارتي تعرفوها. نورمالمون نبداو كالكو رابيل. عندنا لي بريميتيف، كون كنديرو تكامل تاع الفا فوا اف لي اكس، نقدرو نخرجو الفا، الفا عدد، الفا فوا تكامل تاع اف لي اكس. التكامل تاع مجموع دالتين هو تكامل تاع الدالة الأولى زائد تكامل تاع الدالة الثانية. التكامل تاع زعما الفا اف لي اكس نقدرو نرجعوها الفا فوا تكامل تاع اف لي اكس بلس بيتا فوا تكامل تاع جي لي اكس. التكامل من البي تاع اف لي اكس هي اف لي اكس كبيرة، هي لا بريميتيف تاعها من البي، وهي اف لي بي مو اف لي ا، تعرفوها نورمالمون هادي. وهذا التكامل واش راه يمثل؟ هو مساحة، سي لير دو لا سيرفاس، هو مساحة هذه لا سيرفاس كومبريز اونتر لا كورب ريبريزونتاتيف دو اف لي اكس، بين المنحنى تاع اف لي اكس اي لاكس دي اكس، هذايا مستقيم اكس اللي دوغات اكس ايتيغال ا، اكس ايتيغال ا بي. كي نحسب تكامل من ال بي لي اف لي اكس واش معناتها؟ هي المساحة اللي بين المنحنى والمستقيم اكس، وهذو المستقيمات ا و بي. لازم نعرفو تاني بلي التكامل من ال بي لاف لي اكس هو ناقص تكامل من بي ل ا لاف لي اكس. تكامل من ال ا لاف لي اكس دائما يساوي صفر. تكامل من ال سي هذه ريلاسيون دو شارل، من ال سي هي من ال بي بلس من بي سي. لو كان زعما تكون دالة اف لي اكس دائما موجبة راهي اكبر او تساوي صفر، تكامل تاعها كون تاني موجب. ولو كان تكون دالة اف لي اكس صغير على جي لي اكس، نقدروا ندخلوا لهم في زوج تكامل ويقع تكامل تاع اف لي اكس صغير على تكامل تاع جي لي اكس. لو كان تكون عندنا دالة اون فونكسيون بير، يعني دالة زوجية وتكون مستمرة سوغ المجال ناقص ا زعما ناقص واحد واحد، دونك تكامل من ناقص ا ل ا ل اف لي اكس يساوي 2 تكامل من 0 ل ا اف لي اكس. هادو خواص نقدروا نسحقوهم كي يكونوا نحسبوا، يسهلوا لنا الحساب برك. وكان تكون اف اون فونكسيون امبير كونتينيو سور سور انترفال موان ا، تكامل من موان ا ل ا ل اف لي اكس ايتيغال ا 0. هادو ما نقدروا نبرهنوهم، مي ماشي داخلين في البروغرام تاعنا، ما حاش ما نزيدوش نطولوا on va pas détailler plus parce que ça qu'on va prendre comme هكا. بعد لا فالور موين دو اف سور موان ا سور ا بي، كيفاش نحسبوا القيمه المتوسطه زعما؟ هي ا سور بي موان ا فوا تكامل من ال بي اف لي اكس دي لي اكس. قانون كون نقول لك حسب لي لا فالور موين، تطبق له هذا القانون. بون جوزو لهادوما حنعرفو لا كونفيرجونس ولا ديفيرجونس. وشنو هما كونفيرج؟ معناتها تؤول الى هذاك العدد راهي تقرب ليه، والديفيرج راهي تبعد على هذاك العدد. زعما نحسبو لا ليميت لي اكس او بلس لانفيني للتكامل من ال اكس لاف لي اكس، وتعطينا ال تعطينا عدد. هي وشنو؟ انا زعما هذه هي الداله تاعنا. انا نحسبو كان نقولو لا ليميت لي اكس او بلس لانفيني تكامل من ال x، قلنا مقبلات هي المساحه بين هذه وبين ال x تاع اف لي x من ال ا حتى ال بلس لانفيني، راهي انا نكملو حتى ال بلس لانفيني من ال x ل اف لي x. اذا لقيناها تؤول العدد، يعني هذه المساحه راه قد ما راهو يزيد ال x قد ما راهي تؤول راهي تقرب لواحد العدد، هذاك العدد كابل يكون زوج ثلاثة أربعة. دونك نقولوها ال كونفيرج كونفيرج. مي لو كان نحسبو لا ليميت ونلقاوها ماشي عدد، نلقاوها زوج ولا ثلاثة، نلقاوها بلوس لانفيني، نقولو ال ديفيرج، يعني ما راهي تقرب حتى لأي عدد. هو واش يقولك في ام دي؟ يقولك حسب لي قولي اسكو سات فونكسيون ال كونفيرج ولا ال ديفيرج، تروح تحسب له لا ليميت تاع هذاك التكامل. اذا لقيتها ال قولو ال كونفيرج، اذا ما لقيتهاش لقيتها بلوس لانفيني ولا موان لانفيني تقولو ال ديفيرج. وهنايا خاصيه واحده اخرى، كون تكون عندك زوج دوال وعندك بليك اف لي اكس راهي صغيره على جي لي اكس بصح راهي موجبه، وتكون على بالنا حسبنا حنايا لا ليميت من ال بلس لانفيني لجي لي اكس، لقيناها الكونفيرج جي لي اكس تاعنا الكونفيرج، دونك اوتوماتيكمون
f x تاعنا elle converge تانيت و لو كان جي f x تاعنا elle diverge دونك اوتوماتيكمون جي لي x تاعنا elle diverge تانيت هادو خواص لازم تعرفوهم و لو كان قلنا كون عندنا دالة f elle est définie sur l'intervalle a ou b و avec f لي x يا أول إلى بلس لانفيني كي x يا أول إلى b يعني تكون أبيبري هكا قلبك هالك f لي x تاعنا هي معرفة غير على المجال a ل b وكي تكون f لي x تروح كي يكون x يروح عند ال b f لي x تروح عند بلس لانفيني هكا عند ال b f لي x تاعنا يكتروح عند بلس لانفيني كي نحسبو لا ليميت لي x يا أول إلى b التكامل تاع a لي x f لي x لو كان نلقاوها ان نقولو ان كونفيرج sinon elle diverge le cas de la plus l'infini ou la moins l'infini un deuxième chose de quoi il y a intégration par partie les nombres publics de tacamol t'as u fois v prime égal u fois v n'a plus tacamol t'as v fois u prime dire un exemple pour que nous fassions clair si on dit tacamol t'as x ln x هذا لو كان si on شوفه دا ما نقدرش كان ديره donc là c'est maintenant comment في طريقة واحدة أخرى باش نديرو اللي هي تاك انتيغراسيون بار بارتي الخيار تاع الاو تاعنا هو ln x هاوليك الاو تاعنا دونك الفي بريم تاعنا هو x باسكو قلنا التكامل تاع u فوا v بريم ايتيغال u فوا v ناقص التكامل تاع u بريم فوا v كما انا خيرت هايليك الاو تاعي هو ln x يقعد لي هذايا لازم يكون لي v بريم وعندنا donc u est égal à ln x u prime est égal 1 sur x had v prime est égal à x donc v il y a 1 sur 2 x au carré qui n'a pas de quoi tu as x donc ta cumul ta u fois v prime est égal u fois v naqs ta cumul ta u prime fois v ta cumul u qu'on a ln x fois v prime fois x est égal u fois v 1 sur 2 x au carré ln x naqas takamul ta u prime 1 sur x fois v 1 sur 2 x au carré donc takamul ta x ln x zama 0 le zouj huwa 1 sur 2 x au carré ln x 0 le 2 naqas takamul ta wahdati naqdu njbdu x دونك هنايا لازم نعوضو هي واحد على اثنين في اثنين اس اثنين في ln اثنين ln زيرو فالي با نخير زيرو نخير واحد باسكو ln زيرو موان انفيني من واحد ln واحد هو صفر دونك ديريكت ما بلا ما نكتبوها ناقص واحد على اثنين x او كاري تكامل تاعها واحد على اثنين x او كاري من ln 2 نعوضو هنا 4 على زوج هي زوج فوا ln زوج ناقص 1 sur 2 فوا هادي هي 1 sur 2 فوا 2 او كاري هي 4 موان 1 sur 2 و هادي هي كي نحسبوها تخرج لنا بلوس موان 3 sur 4 دونك التكامل من واحد لزوج x ln x هو 2 ln 2 moins 3 sur 4 دوكا ندوزو على انتغراسيون بار شانجمون دو فاريابل تكامل بتغيير المتغير هذه اللي تجي شويه واعره باسكو هي ماشي واعره كيفاش تطبقها مي واعره هذه في لو شوا دو فاريابل باش تفيق شكون هو المتغير اللي حتبدلو هذه تجي بالممارسه ب كالكو زاستويس ان شاء الله نشوفوها في لي زيكزام نتعلموها لازم عندك لي زيتاب باش تفيق عندك 3 زيتاب مع الاول واش دير لو شوا دو فاريابل تخير لي واي تاعك واش يساوي ب اكس حنا زعما نقولو نخيرو اكس ايتيغال اكسبونسييل اكس اكس ايتيغال اكس او كاري سا ديبون نتا وتكامل تاعك دونك دير لي واي ايتيغال او لي اكس يعني حاجه بدلاله اكس ابري تعاود تجبد لي اكس واش يساوي بدلاله او زعما نقولو واي ايتيغال اكس او كاري دونك اكس ايتيغال لا راسين دو واي ايتترا ومن بعد تحشد لي اي اكس او عندك واش تساوي بدلاله اي واي نشتقوا دي لي اكس ونشتقوا هذه دي لي اي واي فوا دي لي اي واي ومن بعد لا ثوازيام شوز لي ديرها عندك شانجمون دو فاريابل يعني شانجمون دو بون لي اكس تاعك هو يتغير
التكامل تاعك هو من A لل B، مي الY تاعك يولي من U لل A لل B. زعما هنا تولي تروح لهاد العبارة وتعوض ال A فيها، ومن بعد واش تولي عندك؟ دونك حنا كان عندنا تكامل من A لل B لي F لي X دي X، واش تولي لك؟ تولي تكامل من U لي A U لي B، باسكو قلنا Y إتيكال U لي X. من بعد هادي F لي X تاعك وين تلقى عبارة؟ زعما F لي X راهي مكتوبة 2 U لي X، راهي من الشكل زوج فوا هذايا المتغير اللي لقيناه. تزيد تعاود تغير وين تلقى اكس تاع وين تلقى هذه العباره تاعك يولي اكس، تعاودها بالاي كاك ودي لي اكس. وقبيلات قلنا لازم نحوسوا التكامل تاع دي المشتقه تاع دي اكس واش تساوي. دي لي اكس هي دي لي او لي كاك فوا دي لي كاك. تزيد تعاود دي لي كاك تاعك ابري تبدا تخدم. نبداو نديرو ان اكزامبل باش نفهموا مليح لي زيتاب. مع الاول قلنا لو شوا دو فاريابل، لو شوا هنا واش رانا كاش كنغومارك عندنا جذر اكس على جذر اكس، وشنو هي الحاجه اللي نقدروا نجبدوها؟ نقدروا نبداو نسيو نقولوا ان غاي تاعنا هي جذر اكس. دونك الاكس اكس تاعنا قلنا مع الاول لا دوزيام ايتاب نخيل نشوف الاكس تاعنا واش يساوي. اكس تاعنا هي ان غاي كاري، دوزيام عندنا اكس ايتيغال ان غاي كاري. نحوسوا دي لي اكس باش نبوش نعوضه، دونك دي لي اكس ايتيغال دي ان غاي كاري هي y au carré d لي y d لي x تكامل تاع المشتقة تاع 2 y تاع y au carré هي 2 y d لي y. هادي دوزيام. ثالثا عندنا changement de bord، كان عندنا من 0 ل 1 تولي عندنا من جذر 0 لجذر 1. يعني هنا في هذا المثال ما تبدلتناش، قعدتنا من 0 ل 1 ومن بعد نبدلوا التكامل تاعنا. يعني عندنا تكامل من 0 ل 1 ال 1 ناقص جذر x على x، ولا عندنا تكامل لي بور نتاعنا ما تبدلوش من صفر لواحد، الواحد ناقص قلنا y هي جذر x، واحد ناقص y على y في دي لي x. دي لي x تاعنا واش لقيناها؟ هي فوا 2 y دي لي y. واش ولا عندنا y و y راه تولي عندنا 2، نقدر نخرجوها 2 في واحد ناقص y دي لي y. وهادو هما هادي مشتقة تكامل سهل، 2 في واحد واش كان؟ كان إيغاك، و إيغاك كان واحد على 2 إيغاك و كاري. لو كان عاود نشتق هادي تعاود تولي لي كيما كانت من صفر لواحد، و تقعدنا غير تعويض 2 واحد ناقص واحد على 2 صفر صفر يروح. دونك قالت لي واحد ناقص واحد على 2 هي واحد على 2، واحد على 2 في 2 هي واحد. وهذا هو التكامل تاعنا واش يساوي. مع الاول ما كناش كاع قادرين نحركوه نشوفوا واش يساوي، دركا ابيك هاد لا ميثود اللي هي شونجمون دو فاريابل لقيناه واش يساوي. نجوزو ان اوتر اكزامبل. لو دوزيام اكزامبل تاعنا هو التكامل من صفر لواحد اكسبونونسيال 2 اكس على او لي اكس بلس 1. هنا واش نقدروا نجبدوا نخمو نقدروا نجبدوا ايغاك تاعنا واش يساوي؟ تخمو نجبدوا ايغاك تاعنا اكسبونونسيال اكس، باسكو عندنا هنايا في زوج اكسبونونسيال اكس. هادي لو بروميير دانا درنا لو شوا تاعنا نسيوه. دونك اكس واش يساوي؟ ندخل الان هي الان ايغاك. دوزيام اكس عندنا ايتيغال الان ايغاك. ديلي اكس تاعنا هو الان ايغاك ديلي ايغاك، نشتقوها ديلي اكس الان ايغاك هي واحد على ايغاك ديلي ايغاك. ثالثا عندنا ثالثيام ايتاب شونجمون دو بورن، هادي من 0 ل 1 ولات لي كانت من 0 ل 1 تولي لي من اكسبونونسيال 0 اكسبونونسيال 1. كيما على بالنا اكسبونونسيال 0 هي 1 الاكسبونونسيال. دونك كيفاش كانت؟ كان عندي تكامل من 0 ل 1 اكسبونونسيال 2x سور اكسبونونسيال x بلس 1، ولا عندي تكامل من 1 الاكسبونونسيال اكسبونونسيال 2x. نقدر نكتبوها هي اكسبونونسيال x كل او كاري، دونك هي y او كاري اكسبونونسيال y بلس 1 ديلي y لقيناها فوا 1 سور y. دونك عندنا y او كاري و y يروحو، تولي عندي تكامل من 1 هنا ديلي y نسيت ما كتبتهاش على y بلس y بلس 1. هنايا واش عندي؟ نقدر نزيد زائد 1 ناقص واحد، ما درت والو جوغ زدت صفر. هادي واش تولي لي؟ تكامل من واحد ل او ايغاك بلس 1 نجبدها وحدها على ايغاك بلس 1.
تقعد لي موانز 1 سور y بلس 1 هادية تقعد لي 1 ولتكامل 1 1 ناقص 1 على y بلس 1 هذا يا تكامل تاعو سهل هو y وهذا واش انا نورمال كي راهو مشتق y هو 1 راهو u بريم على u وعلى بالنا التكامل تاع u بريم على u هو دائما ln u دونك واش ولا لي عندي y ناقص ln y بلس 1 من 1 ل u وتقعد لنا برك نعوضو كي نعوضو دخلت لنا اكسبونونسيال موان 1 بلس ln 2 سير اكسبونونسيال بلس 1 نجوزو ان ترازيام اكزامبل هذا ليكزامبل il est un peu compliqué علاش هنستعملو فيه واش قريت اليوم هذا هو ليكزامبل اللي حنديرو في الكور تاعكم واش قلنا واش درنا y تاعنا رجعناه هو arc cosinus x قولوا لي علاش خيانا ار كوسينوس اكس لازم تشوفوا بلي المشتق تاعو هو 1 على جذر 1 ناقص اكس كاري دونك هذه هي هي في الحق هي 1 على ار كوسينوس اكس بريم خيانا ان غاك تاعنا هو ار كوسينوس اكس دونك اكس تاعنا هو كوسينوس ي انا خيانا الشوا دو فاريابل تاعنا دوزيامو اكس ايتيغال كوسينوس ي دونك دي لي اكس مشتقة تاع كوسينوس هي ناقص سينوس y دي لي y ثالثاً عندنا شونجمون دو بون كان عندي مشتقة من صفر لواحد تولي لي مشتقة من ارك كوسينوس 0 لارك كوسينوس 1 وتعطينا من يعطينا التكامل من 0 لبي سور 2 دوكا واش كان عندنا تكامل من صفر لواحد الجذر واحد ناقص اكس كاري هنا نسيو نمشيو بلا نقل كان عندنا هذا ولا عندنا تكامل من زيرو بي سور دو جذر واحد ناقص عندنا اكس كاري تاعنا وشنو هو كوسينوس ايغراك دونك موان كوسينوس ايغراك كل اس اثنين عندنا واحد عندنا كوسينوس او كاري بلس سينوس او كاري لي اكس ايتيغال ا 1 1 moins cosinus au carré, il y a sinus au carré. Donc, on a tacamon 0, pi sur 2, jd, sinus, y, au carré. Ou on a mon majal 0, pi sur 2. Bon, on va dire ça. Fois dli x. Dli x, il y a naqas sinus, y. Là, il faut naqas sinus, y. On a le majal 0, بي سينوس يو راهي دائما موجبه دونك هنايا كي تخرج لنا قيمه مطلقه راهي موجبه دونك نقدر نخلوها كيما راهي من 0 بي سور 2 سينوس يو فوا موان سينوس يو ناقص نجبدوه برا ناقص تكامل من 0 بي سور 2 سينوس يو او كاري ندلي ياك ياك ديزولي ديلي إيغاك الحقنا هنا يا سينوس أو كاري لي إيغاك من زيرو بي سور دو موان سينوس أو لازم نعرفو حاجة بليك كوسينوس دو أو إتيغال أن موان دو سينوس أو كاري لي أو هادي خاصية قريناها في الدوال المتلاتية بصح مدرنالهاش غابيل مكانش في لو كور مي هنا في هذا ليكزومبل هو اللي تلقاوه في لو كور تاعكم اللي حديروه نهار تقراوه دونك واش حنجبدو سينوس او كاري لي او واش تساوي هي 1 ناقص كوسينوس 2 او سور 2 نروحو نعوضوها دونك ولا عندنا ناقص تكامل من صفر بي على 2 1 ناقص كوسينوس 2 او سور 2 دو ايغراك ديزولي انا نخدمو بالفاريا تاعنا ايغراك فوا دي لي ايغراك واش لازم نعرفو بليك ناقص واش هنا واش نقدرو نديرو نقولو ناقص تكامل تاع من زيرو بي سور دو هادي نرجعوها واحد على تنين ناقص واحد على تنين كوسينوس دو زيكغاك ولازم نعرفو بليك تكامل تاع كوسينوس الفا او هو ناقص سينوس الفا او على الفا زعما لا دونك كوسينوس دو زيكغاك هو ناقص سينوس دو زيكغاك سور دو هادي نبداو نعوضو تولينا ناقص تكامل تاع واحد على تنين
بون قبل هادي نقدروا نجبدوا ناقص 1 على 2 عامل مشترك تكامل من 0 بي على 2 1 ناقص كوسينوس 2 ايغريك. الواحد هو التكامل تاعه هو ايغريك، كوسينوس 2 التكامل تاعها هو ناقص في ناقص وليلي زائد سينوس 2 ايغريك سور 2 من 0 بي سور 2 ونعوضو تخرج لنا بي سور 4. الاخر تخرج لنا هادي موان 1 سور 2 فوا ايغريك موان سينوس 2 ايغريك سور 2 هادي تقعدنا ناقص 1 على 2 في 0 موان سينوس 0 تيكال 0 تخرج لي ناقص بي سور 2 2 بي 2 فوا بي سور 2 تيكال سينوس بي، سينوس بي تيكال 0 دونك تقعدنا هكا تولي لنا ناقص 1 على 2 في ناقص بي على 2 ويساوي بي على 4. هذه هي على بالي هذا ليكزامبل لي ان بو كومبليكي. بدينا بارك كوسينوس ودائما يعني كي نخدموا تكامل بسينوس وكوسينوس يجينا واعره، مي لازم ديروا في بالكم بلي تقدروا تستعملوا ارك كوسينوس، تقدروا تستعملوا ارك كوسينوس، تقدروا تستعملوا ارك تانجنت، لازم نشفاولهم كم قليلهم لازم نستعملوهم. Je vous conseille تعاودوا وحدكم ايتاب بار ايتاب تخدموهم بالعقل باش تفهموا مليح. نديرو ان dernier exemple. عندنا ان تكامل تاع 1 sur x fois ln x. حنا نخيرو alors premièrement la première étape on va choisir le choix du variable تاعنا. عندنا 1 sur x fois ln x. On va choisir y تاعنا est égal à ln x. Donc x est égal exponentielle y. Deuxièmement, on a x. دايما هادو لي زيتاب كون تخدمو هكا تخدمو بنظام و ما تخلط لكمش. دونك x est égal exponentiel y. Dy x est égal exponentiel y dy y. ما تبدلش كيما على بالنا exponentiel مشتقة تاع exponentiel هي exponentiel. Troisièmement, changement de borne. بون هنا on va choisir هنايا من 2 exponentiel. وهنا ماشي ما قلت لكمش بلي كي التكامل انا نديروه من دو اكسبونونسييل. كان عندنا لي بون تاعنا من دو اكسبونونسييل تولي لنا لي بون تاعنا ان دو ان اكسبونونسييل تولي عندنا ان اكسبونونسييل هي واحد ان دو. دونك كيما مقبل كان عندنا التكامل تاعنا من دو اكسبونونسييل 1 سور اكس فوا ان اكس دي لي اكس، ولا عندنا التكامل من ln 2 الواحد 1 sur x قلنا هو exponential y و ln x fois هي y fois dy x. dy x تاعنا هو exponential y fois exponential y. راحنا exponential مع exponential لا تاعنا 1 sur متكامل من 1 من ln 2 لل 1 1 sur y dy y اللي هو tout simplement ln y من ln 2 لل 1. كي نعوضو تخرج لنا ناقص ln 2 tout simplement. J'espère que vous comprenez. Je sais que le calcul d'intégrale par changement de variable c'est une des méthodes les plus difficiles, mais لازم ديروا بزاف les exemples باش تفهموا. تولي عندكم جوغ لا مان غير تشوفوا هذيك الداله تولي تعرفوا وشنو هي وشنو هو المتغير اللي تغيروه.